التفاصيل. بابيك معنا وفاء الأسد، البطلة المغربية ديالنا في رافعة القوة، شاركتي البارح في مسابقة 45 كيلوغرام. كيفاش دازت لا كومبيتيسيون في أجواء ديال دورة باريس 2024؟ السلام عليكم. أول حاجة كانت المشاركة ديالي البارح كأول أول مشاركة لي في الألعاب البارالمبية، ومشاركة دولية كبيرة. ما كانت سهلة، لأن باش أنك تجي تحضر لهذاك الجمهور الكبير وبهذيك المسابقة بهذاك المستوى ما كانت سهلة. درنا مجهودنا والحمد لله أن المرتبة اللي تحصلت عليها ما كانتش هي اللي كنا مخطين لها، ولكن الحمد لله ان مرتبة خامسة في ظل هذوك الاجواء، في ظل ان التحضيرات ديالي كانت يلا سنتين انني باش دخلت ليكيب ناسيونال ديال رفعات القوة. الحمد لله ان كنا لاعبين غير على التأهل، شوية طمعنا ان ولينا ضامن ان تكون عندنا ميدالية. كانت الطموحات ديالنا والامال ديالنا ان تكون اول ميداليه اولمبيه لهذا الصنف الرياضي، لصنف ماشي سهل، رياضه رفعة القوه ماشي سهله، والمستوى اللي وصلت ليه دابا مستوى كبير جدا. وكنتمنى ان شاء الله من هنا لقدام ان تقول الكلمه ديالها، مازال عندنا امل ان شاء الله من هنا لقدام.